السلام عليكم، معكم امين بوتيك شمال الجمال. اليوم جينا نقول لكم احداث اللي كاين في طنجه، الاحتفالات اللي كاين في طنجه. اليوم الصراحه كانت واحد المباراه اللي واعره، وتحيه لوايد الركراكي، وتحيه لبونو، وتحيه للعابه ديال المغرب كامل اللي جابوا العز للمغرب. بغيتكم تفرجوا في هذا الفيديو هذا، حيت هو فيديو الصراحه واعر. عاد تشوفوا الاجواء، الاحتفالات اللي كاين في طنجه، في عروسه الشامل، عروسه البوغاز. تحيه لكم من عند خاكم امين. نتمنى انكم تكملوا الفيديو هذا ويعجبكم وتبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. دابا لقاء واحد اخو جديد مع الصديق ديالنا اخو. تحيه للمنتخب المغربي. زعما انا كنت بارديدو شاعل هذا النهار هذا، واخا اذا كان بارديدو صعيب شي حاجه فهمتي، حنايا طالعين ان شاء الله غنطلعوا النصف النهائي، غنديو كاس العالم ان شاء الله. تحيه للمنتخب، تحيه لراس لافوكا وليد الركراكي. اجي نقول لك دابا بارديدو اليوم، واش كان شي بارديدو عادي ولا شي حاجه واعره؟ لا بارديدو كان مزيان اليوم، شاعل شاخط الصراحه. دابا نسينا نقول لك شكون اللي بقى فيك، واش بقى فيك كريستيانو ولا مرات كريستيانو؟ بقات فيا حصاد القهوان. لا تي حيده هذه جبد لي الشرف ديالك. تحيه لمرات كريستيانو. فيديو واحد اخر جديد مع واحد الصديق ديالنا واحد اخر. كيف جاتك المقابله اليوم؟ الاداء كان مزيان في المتناول بالرغم من الصعوبات. ربحنا وكيبقى المهم هو ربحنا، ولكن ما البارتيدو اللي ماشي خصنا نفرحوا شحال ما فرحنا الحمد لله. واش كتوقع عندو كاس العالم ولا لا؟ ما كنظنش على الخاوه ديالي، ولكن ان شاء الله علاش لا. وخلي الامل ديالك كبير في فراس لابوكا. صعبي على الله يعملوا لنا شي حاجه. دابا باقي درني يا الخاوه ديالي اللي مكتابه مربوحه بيبا الدراري ديالنا، بيبا الدراري. السلام عليكم، فيديو اخر جديد دابا مع واحد الطفل، واحد مشجع كبير المنتخب ديالنا، ها هو معنا وعطينا الكلمه ديالو. المباراه اليوم كيفاش جات؟ كانت صعيبة شوية ولكن مزيانة، دازت بخير على خير وربحنا 1-0 الحمد لله. شنو كتوقع، نوصلوا للفينال ولا لا؟ نوصلوا للفينال ونربحوها إن شاء الله بإذن الله. شنو الحلم ديالك؟ واش عندك شي حلم أنك تكبر تكون لاعب كرة ولا لا؟ لا. شنو هو الحلم ديالك؟ حلم نولي لاعب تنس. تحياتي، برافو ليك. دابا لقاء واحد أخو جديد مع واحد الصديق ديالنا أخو جديد، مشجع ديال الاتحاد ومشجع عاوتاني ديال المنتخب الوطني ديالنا. المباراه اليوم كيفاش جات؟ مباراه لكنها كانت صعبه شويه، حق توفقنا على المنتخب، نسيتني اسمه، المنتخب البرتغالي ما تعاوداش مره اخرى. لكن كنشكروا الوالد الركلاكي وملاعبيه ديالنا، الدفاع اللي خدموا الدفاع، وكنشكروا بزاف بزاف ملاعبيه ديالنا. كريستيانو اذا كان قدامك دابا شنو غتقول؟ غنطلب في وجهه ونضحك عليه. تحياتي. اجي ما عندكش حلم انك ترجع ستنتينا لعبت كره مشهور ولا واش؟ عندنا حلم نرجعو نلعب. وخصك تزير ضروري. اصلا حنايا طنجاو معروفين، الهدف ديالنا كاملين بينا خصنا نرجعو ملعبيه الكره معروفه. ضروري. كاينه ما كايناش؟ كاينه. تحية كتوصل شي رساله للعائله ديالك خوتك. تحيه للوالده. برافو. العائله صح. تحيات. دابا لقاء واحد اخو جديد مع واحد المشجع ديالنا بالضبط ديال الاتحاد. ضروري اتحاد مشجع ديال المنتخب الوطني، غنقولوا شي كلمه ديالو. مباراه اليوم كيفاش جات؟ والله الا الله يعطيهم الصحه وتبارك الله الوالد الركراكي. تحيه من الله يعطيهم الصحه. وعلاش لا نحلموا؟ الحلم كيسحق. وديروا على النيه، ديروا على النيه، ديروا على النيه. الصوت ديالي مشى. تحيه للوالده من هذا المنبر هذا. الوالده كتقول لي بقيتي شويه. الله يخلي جميع الامهات وديما مغرب، ديما والد الركراكي، ديما لابوكا، ديما راس لابوكا. دابا لقاء واحد اخر مع واحد الطفل، غنعطيو الكلمه ديالو وغيقولنا الراي ديالو في المنتخب وفي بارتي اليوم كيفاش كان.
ليبان الدراري وتحيه الوالد الركراكي. وكان بارتيدو ناجح مع منتخب برتغالي. وبرافو الدراري ديالنا وبرافو الدراري المدافعين. كنشكروا الركراكي بزاف. كنشكروا البورتيرو ديالنا بونو هو اللي احتقنا بارتيدو اللي فات. الدراري ديالنا كاملين ويبان لافوك. اجي داك قدامك كريستيانو شنو من هضره غتقول؟ تطلب وسط وجهو الدراري وكلشي كلشي حالفين في كريستيانو. الدراري ديالنا كاملين دابا في فيديو اخر جديد ولقاء واحد اخر جديد مع المشجعين ديالنا ديال المنتخب. عطونا الكلمه ديالهم والراي ديالهم بارتيدو اليوم كيفاش داز؟ واش بارتيدو عادي ولا شي حاجه اللي حاجه برو؟ السلام عليكم خاوة. بارتيدو مزيان حق البرتغال كانت مزيره علينا في الشوط الثاني. يا انا ما كناش ماركين هذاك الجول الاولاني ما كنا نعملوا والو فهمتيني يا خاوه. وفي خاطر منتخب في خاطر دريد المغرب فرحانين زعما بلاد ديالنا الله الا فرحانين اخاوه. في خاطر دريد حومه ديال دريد زويوق اخاوه. مقابله الثانيه ان شاء الله ما عارفينش دا واش مع الانجليز ولا فرنسا. الله خا مقابله الثانيه فرحونا خاي الله. نتمنوا الله ما نرجعوش الله ربيبه منتخب. اجي واش كتوقع نوصلوا في النهار ولا اخاوه؟ تشوف هذاك اسمع سكوت هذيك الكره يمنو في خايب الريح ما تعرفش يا اخي. العايز تيتو يقولنا واحد كلمه واحده ديالو صافي. واحد العايز تيتو يقول واحد كلمه للجمهور كامل تسمعوا الكلمه هذه. تحيه لراس لابوكا. تحيه لراس لابوكا. دابا مع واحد الطفل اخر مشجع اتحاد ومشجع منتخب ديالنا الوطني انا نعدو مع استجواب ويقولنا الكلمه ديالو. المباراه اليوم كيفاش جاتك؟ جاتني مباراة رائعة وكنحيي جميع اللاعبين اللي تقاتلوا معنا خصوصا اللاعبين المدافعين وديما مغرب. وانا حلمي مني نكبر نكون ان شاء الله لاعب اتحاد طنجة. انت لاعب اتحاد طنجة الحلم ديالك وخصك تزير وتلعب. كتلعب تلعب مزيان ولا والو؟ كنعرف نلعب 6 سنين وانا في اتحاد. ولكن مدرسة ما تتفرجتي فيها؟ لا ضروري المدرسة هي الاول. كتلعب مع اتحاد؟ كنلعب مع اتحاد. كتلعب عميتو؟ شكون عميتو؟ عميتو يمكن في اتحاد والله ما عرفت. خصك تعرفها ضروري.